انا عندي دابا دخلت في 11 عام ديال الخدمه، انا مع هاد الناس هادو طحت في طحت زلقت طحت في الزيت. السنسول ديال العامون الفقري عندي فيها الفتق في الظهر ديالي، طالب لي عمليه كنمشي عند هاد الناس كيقولوا سيري انا خرجت قبل كورونا، سيري دابا غوتونا غنغوتلك سيري ديري العمليه، دابا غوتونا غنغوتلك سيري ديري العمليه. كان بكيتها كنياكم طلع بحالي كنقول لا حول ولا قوه الا بالله على هاد الناس هادو. قالوا لي الناس اللي شافوني ونوضوني من الارض قالوا لي نهار الاول حنا شاهدين لك، نهار اللي طلعت عندهم الاداره وهدوهم وخافوا عليهم وخافوا مساكن على الخدمه ديالهم الله يحسن لهم. الناس كاريه عندها وليداتها ما تقدرش تشهد لي وتسمح في الخدمه ديالها، ولا جاو لعندي ديك النهار يا جابوا لي عاود الاداقي تاع الدار وجابوا لي السيده وقالوا لي بان الزيتوني كيقول لك هاد الناس هادو ما شاهدين لك شي. ساري شوفي الشهود حنا بان حنا ما متكلارينش بك ما عارفينش فين غنمشي. سيري سولي على راسك في التامير واش مدكلارين بك ولا ما مدكلارينش بك. كنمشي ندفع الدواء كتوقف عليا كتقول لهم ما تدفعيلاش الدواء، كنمشي ندفع السكانر كتوقف عليا تقول لي ما تدفعيلاش السكانر، حبسوا لي الفلوس ديال ولادي. انا ما عنديش، راجلي مريض ولدي مريض 11 عام ديال الخدمه وانا خدامه مع هاد الناس، ولا عمر العيب ديالي شافوا دوك الناس، عمر الاداره ما وصلت ليا ولا عايبوني دوك الناس. انا معتبرني حشر وجه حمار كيهزوا عليا الثقل كيديوني الملالح كيخدموني كنضرب تمايره اي حاجه كيدير كنديرها مع هاد الناس. نهار اللي طحت وتهرس من السلسول ديالي ما عقلوش عليا ما اعتبروش بيا، لاحوني للزنقه ما عقل عليا حتى واحد. مشيت ديت لهم الشهاده جبتها من طنجه بقى كيقول لي السيد ما تبقيش تغوتي عليا ما تبقيش تغوتي عليا، قول لي وانا كنعرفش غنقول لك. انا خليني نقول لك بان شان انا جبت الشهاده وشدي مني الشهاده، نديت له الشهاده قال لي صافي مشادنا ديها لعاد هذاك، ديتها لعاد هذاك قالت لي ديها لعاد هذاك، نديتها رفضوا لي الشهاده ورجعت بحالي. يلا قولي لي فيها صافي تسالات الصلاحيه ديالي. انا مرضت وتهرس دابا من السنسول ديالي جلست في البلاصه لوحه هو الزنقه. واش قال لك هادشي بالضبط؟ شنو تعرفوا قال لك؟ في شهر واحد. شهر واحد. وجا القرار ديال التوقيف ولا يعني وقفت متوقف؟ لا انا ملي مرت وقفت. جاتك شي ورقه ديال التوقيف؟ جاتني لا ورقه لا حتى حاجه. وملي كتكلمش الاداره على المساله ديال الوضعيه ما كانش عندهم ما كيقولوا لي حتى حاجه، دفعت لهم الورق ديال العمليه كيقولوا لي اسيري كاين دابا كاين المرض كاين هذه كاين هذه واقع ماشي مشكل. دابا مشيت عندهم ديت لهم الشهاده قالوا لك حقاتي هاد الناس كاع ما شافوك. الناس من حقهم ساكن خدامين على راسهم عندهم وليداتهم من حقها تقول ما شفت شي وعكاري. اذا اسمح لي شوف ماشي الحاله الوحيده، دابا حنا كنجيبوا غير حالات على دي جلسه من الشغل حالات جلسه من الشغل، هذه ماشي الحاله الوحيده في الحوادث ديال الشغل الامراض المهنيه اللي كيسمحوا فيها. حنا في البدايه الدخله ديالنا للنقابه لقينا واحد مسامحين فيه عنده عجز دائم ديال رجلو، مسامحين فيه مسكين وجاب لنا الدوسي ديالو، هادي ما كانوش واخد داينها حتى فيه، وغير دخل النقابه دار لهم الجهه داروا لهم الجهه الاخرى وعطاوه 3 مليون باش يصوم. هاد الاساليب ديالهم. نزيدوا واحد المساله، السيده تكرفصوا عليها تكرفيص في الحقيقه بالسلعه ديال الخدمه كانت كتحمل على الظهر ديالها في شي قنت ما عرفتوش هذيك ديال العام اللي فات في هذه بقوة داك الثقال وتمارة وهذه تهرست من السنسور ديالها تلاحت لاحوها مشات بحال اللي ما عمرها كانت خدامة معاهم. وصلنا الخبر مشينا عند الدار درنا واحد الصورة وهذه ونشرناها في الصفحات ديالنا طلعت يماها لعندهم قالت له تيقول لها ما طاحتش هنا يا ودي طاحت هنايا وهادي تيقول لها ما طاحتش هنايا كتقول له وهي الشهود كاينه كيقول لها عطيني السميه ديال هاد الشهود علاش عطيني السميه ديال هاد الشهود باش ملي غتصرح له السميه ديال الشهود غينزل عندهم وغيضغط عليهم وغادي يهددهم ويقول لهم والله مشيتو شهدتو هادي وهادي حتى انا ها الباترون حنا اللي كنتعاملوا معاها اذا راه هما شوف غنقول لكم واحد الهضره هاد الباترونه ملي كتفتح فمها كتقول لك لا وحنايا محقين اجور العمال وحنايا مخدمين الناس وحنا كنعرفوا مصلحه ديال الناس ومن التحت
ما كاين عاد التهربات والتنصل من الالتزامات في العلاقه مع العمال وخاصه في الامراض المهنيه. عندنا كوارث في الامراض المهنيه بعدا وفي حوادث الشغل. داك الشيء الى نهار اللي يكونوا الناس هنايا وتجيو تبقاو تسمعوه، كاين اللي كيبكي وكاين اللي كيشكي وكاين اللي موجه ما عرفش شحال من شكايه وكاين اللي ما موجه، كاين اللي دفع الدوسي ديالو ديال الدواء والتعويضات ما كايناش، وراه واحد راه واحد طون ديال المشاكل خالقينها هاد خلقها هاد الباترونه في داك الشركه مصيبه. قلنا نتعاملوا احنا في الاول، قلنا لهم واحد المساله، جميع المشاكل لقاو لها الحل ديالها شويه بشويه ونحلوا كل شيء، زعما ما بغيناش نديروا داك ويلو للمصاب. لكن هاد العقليه ما كتردعش صراحه، والله ما كتردع. علاش؟ كيبقى دائما كيدير مثل هاد 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 التلاوي، دائما هاد الشيء هذا واقع. اي حاله وقعت اي حاله اي حاله وقعت اليوم هي تاع